عوض في سويد، شكرا ليك ومبادرة جميلة من نجمو الحقيقة كان نحييوها من نجمو كان نثمنوها. وديما كل ما تبدا فما حاجة مزيانة في تونس أكيد باش نحكيو عليها. بلاتونا زيان يا جماعة ومحلاه البلاتو نتاعنا، وأكيد عرفتوا أنه الإيقاع باش يهزنا للرياضة وباش يهزنا لزميلتي لميا ذواتي. صباح الخير لميا. صباح النور. صباح النور، مرحبا بكل مشاهدي الوطنية الأولى. ضيفتي اليوم فاطمة زيد، عضو لجنة تنظيم مئوية الترجي ورئيس أكاديمية الترجي. ما جاتش وحدها فاطمه اليوم، زينت لنا البلاتو. عسلامة ساعة، مرحبا بكم، ميرسي انتم على الانفيتاسيون. بون سي فري ما جيتش وحدي، خاطر الوطنية ديما مواكبتنا في احتفالات المئوية نتاع الترجي الرياضي التونسي. حبينا نشكركم، دونك أول مرة في البلاتو يتلموا لي 5 تروفي هذوما مع بعضهم. هذه باهيلنا، هذه حاجه تحيه حلوه برشا للوطنيه الحقيقه، على خاطر كي تقول لي اول مره تلفزيا يتلموا في بلاتو في استوديو تحت الاضاءه التلفزيونيه، سعداء احنا باللفته هذه وتحيه هذه. حبيت قبل ما نبدا ملاحظه صغيره ايناس، يعني حتى الامبيونس سبحان الله، معناها قلت ما فما كان الرياضه بالحق في الوضع الراهن اللي مش لازم نرجعوا له بالتفاصيل، اللي نجم يدخل البهجه. يعني حتى كان تشوف تو في بلاتو ولا هم كمش قاعدين تشاهدوا في الكواليس زملائنا الكل، يعني طبعا الارشيف التلفزه يشهد ان نواكبوا كل الفرق سي اس اس لفريق الترجي، لكن اليوم الاحتفال هو بمئويه الترجي. قلت الرياضه هي النجم الوحيده اللي تنجم تدخل البهجه. على كل ندخلوا في تفاصيل المئويه. مؤخرا كان فما الران نتاع البحيره ثم نتاع الكيف، في المستقبل فما نتاع القيروان. دخلتوا للجهات اكثر، جربتوا التجربه فاطمه زيد، لقيتوا نجاح كبير واقبال، دخلتوا العديد الجهات، كانت تحكي لنا اكثر تفاصيل. هو احنا بدينا الاحتفالات نهار 15 جانفي 2019، عندنا بليزيور ايفينمون، دونك برشا حاجات معناها عملنا، اي كومبري ترجي طياره ترجي ران. جوست باش نتعدى لترجي ران اللي هي بدات اول مره صارت في اللاك في البحيره، اللي شفناه نهارتها واللي عشناه واللي ريناه من جماهير الترجي الرياضي التونسي، دونك ما تنجم الا ما تعاودوا مره اخرى. هذاك علاش خممنا، فما برشا عباد يحبوا ليسبيرونس بارتو، دونك ما ينجموش اي سوبو يجي ولا يحضروا معانا نهارتها، قلنا بوركوا با احنا نمشيو لهم. دونك خممنا كيما عملنا الكيف، خممنا دونك قلنا علاش بوركوا با ما نعملوش بلايص اخرين زاده. فوالا دونك نورمالمون عملنا الكيف، بيانتو القروان اللي ان شاء الله نهار 7 افريل. 7 افريل كيما راهو عندنا لافيش هذايا. فوالا. ترجي ران في القروان نهار 7 افريل. اكزاكتومون، دونك شنو عليهم هما الجمهور الترجي الرياضي التونسي يشري الدوسار نتاع ترجي ران، ينجم زاد يدخل يشريه www.tarajiran.com، ينجم ياخذ الدوسار نتاعو. جوست باش نوريهم وين، خاطر العباد الكل في مخهم اللي الدوسار يتلبس. دونك دوكو هو دوسار يشريوه يلصقوه في المريول نتاع الترجي، وهذاك هو اللي يمشيو به يحضروا به يحضروا به ليفينمون. فوالا يحضروا به ترجي ران. تصور هذوما في الكيف، دونك قبيل كبير، قبيل كبير، قبيل كبير تقريبا. هو راهو كي تجي تشوف الوقت نتاع ليفينمون، كي تعمل ليفينمون 8 نتاع الصباح وتشوف معناها العباد تجي هكا، بتاتر كان جات ما ساعتين لاربعه نتاع القايله تنجم تقول تنجم تلم، مي 8 نتاع الصباح باش يجيك جمهور كيف من هكا، معناها يخلطوا 10000 11000 12000. دونك فريمون تقول انا نتصور مشكل تو هذا في الكيف، انا ما نتصورش كامل الكيف هذا جاوك، جاوك من الاحواز من الكيف، ينجم يجيوك حتى من تونس العاصمه ما تكيدهمش تعرف باش يجيو يكونوا حاضرين 8 نتاع الصباح. والحاجه الباهيه ايناس، يعني هذوما ماهمش يحبوا الترجي كهو، معناها الحاجه الباهيه يزينا من الجهويات وحتى من الفرق منقسمين، هذاك افريقيا هذاك ترى، لا لا لا، عباد مجرد وانه فما احتفاليه وفما لما العباد تجي، هذا البلوز امبورتون. انا اللي بالحق شدني هو ليفينمون للناس الكل. صحيح. هو ليفينمون اسمه ترجي ران، مي مرحبا باللي يجي ويفرح معنا في المئويه نتاعنا ويشاركنا فرحتنا، مرحبا بهم الناس الكل معناها. شنو الفرق توا بين اللي في القلب شراوه في القروان مقارنة باللي تعدى في الكيف؟ نفس ليفينمون، نفس التفاصيل، نفس الجزئيات باش يكونوا حاضرين؟ هو ما فماش فرق، نورمالمون نفس الجزئيات، نفس التفاصيل، كل شيء، فما هدايا للناس الكل. ليكيب نتاع ترجي ران هي بيدها اللي قاعده تتنقل معناها من البلاصه لبلاصه، دونك جوست بتيتر الجو يمشي هو اللي خير معناها، كل مره يزيدوا اكثر معناها. حتى بعد حسن الطقس اكيد. اي اي.
الطقس ربيع دونك الناس كل تخرج اي سورتو في الكيف رينا برشا صغار برشا صغار معناها كي تغزر تصاور وكل برشا صغار عبيد شيخين يبانوي عاملين جو مع بعضهم تغزر ترى معناها ضحكه شيخين دونك فوالا حاجة أخرى فاطمة أنا شدت انتباهي لي تريزوميك خممتوا فيهم عملتوا بالنسبة للران شاركوا فيه أول مرة يعني ذوي الاحتياجات الخصوصية بادرة طيبة باش تواصل الاسبيرونس هي أي حاجة أي حاجة إحنا صارت وعجبت معناها الناس ولقينا إحنا للعبيد معناها فريمون شيخوا عليها بوركوا با معناها خاطرتي تو كنت تقول برشا صغار اكيد اللي عندهم اولادهم ذوي احتياجات احتياجات خصوصيه يحبوا يشاركوا اولادهم يعني نعطيهم موعد اخر ربما في القريب فما اي اي بوركوا با اي اون بلوس كيما لاحظنا زاد ديجا حتى في اللاك معناها احنا بالنسبه لنا فما عبيد نحبوا الناس الكل معنا وما فماش عبد زايد على عبد اللي نجم يجي ويحتفل معنا مرحبا به عنده معناها ذوي الاحتياجات والا ماهمش ذوي الاحتياجات دونك مكشخين ومع بعضنا وباش نحتفلوا مع بعضنا دونك مرحبا بالناس الكل واحنا ما نفرقوش معناها الكلنا عائله واحده وما زالت الاحتفالات بالمئويه فاطمه ما زالت الاحتفالات تحبوها حاجه غرانديوز تحبوا حاجه كبيره تشتغلوا على هذا يظهر لي وهذا علاش تدوروا في الجهات تونس الكل تحبوها معاكم في المئويه هذه برشا هما فما برشا معني برشا حاجات برشا حاجات باش يتعاودوا ان شاء الله بقدره ربي كيما ترجي طياره دونك باش نعاودوها ان شاء الله في الصيف جوست توا نكملوا ترجي ران وقاعدين نخدموا فما ديزيفينمون اخرين ان شاء الله يجيو هو الاحتفال على عام كامل دونك مازلنا نحتفلوا 14 جانفي 2020 توفى الاحتفالات نتاعنا مازلنا نحتفلوا ان شاء الله طول العمر نقولوا لواحد من اعرق الفرق نتاعنا التونسيه ان شاء الله بالنجاح وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالانتصارات وبالكؤوس شكرا لك فاطمه على الحضور هذا هو معنا اليوم في مئوي الترجي شكرا لك ناس يعطيك صحة أنا باش نقول لك وما نحكي لكمش على القديش عنا وراء الكاميرا كان كل يوم فاطمة بحذينا بالكؤوس هذوما ما نحكي لكش عنا جماهيرية إن شاء الله المرة الجاية نزيد واحدة أخرى تولي أربعة مع ثلاثة يولي وعلاش لا يولي علاش لا يعطيك صحة لميا شكرا ليك هذه الفقرة اللي هزتنا ليها لميا ذوادي اليوم باش نمشيو للفقرة المصورة هذه وراجعين مع صليحة واحدة من الأصوات اللي كي نحكيو على صليحة الحقيقة نحكيو على الطبوعة التونسية الطبوعة التونسية تهزنا ليها صليحة الاسم العالي هذية في كلمات وصور ولدت الفنانة الراحلة صليحة سنة 1914 واسمها الحقيقي صلوحة وهي أصيلة دشرة نبر من ولاية الكاف بالشمال الغربي التونسي وتشير بعض الروايات أن من ساهم في اكتشاف الموهبة الفنية لصلوحة أو الفنانة صليحة هو المحامي حسون بن عمار وذلك بمحض الصدفة وقد يكون الجمهور عرفها لأول مرة على أمواج الأثير وقد اهتم السرادحي بتكوينها ثم قدمها للإذاعة تحت اسم مستعار وهو سكينة هانم وتتفق معظم الروايات على أن صليحة ظهرت لأول مرة على الركح خلال الحفل الذي انتظم في نوفمبر 1938 بالمسرح البلدي في سياق تدشين المحطة الإذاعية الجديدة محطة تونس البريدية وقد نقلت المحطة الحفل مباشرة ثم قيل أن عازف القانون إبراهيم صالح هو الذي أعلم القائمين على المعهد الرشيدي بهذا الصوت اللافت للانتباه فطلب مصطفى صفر شيخ المدينة ورئيس المعهد وأحد مؤسسيه مقابلتها وعرض عليها الانضمام إلى المعهد عقب اختبار ناجح وأوكلت رعايتها موسيقياً إلى الشيخ ترنان والأستاذ محمد التريكي والحبيب العامري في حين كل فرشيد صفر بتعليمها القراءة والكتابة والتحقت صلوحة التي أطلقت عليها كنية صليحة بصفوف مطربات الرشيدية ومن بينهم شافية رشدي ودليلة وعقب وفاة المطربة دليلة وانفصال كل من فتحية خيري وشافية رشدي عن فرقة المعهد على إثر وفاة رئيسها الأول مصطفى صفر سنة 1941 غدت صليحة مطربة الرشيدية الأولى بدون منازع
واعتنى بها فنيا كل من الشيخ ميسترنان والأستاذ محمد التريكي وصالح المهدي، وبدأت مع الأغاني الملحنة خصيصا لها ومع الأغاني المستمدة من التراث التونسي، وأنشدت كلمات وقصائد أبرز الشعراء الذين عايشوها أمثال الهادي العبيدي وعلي الدعاجي والعربي الكبدي. أدت صليحة أغلب القوالب الغنائية التونسية، وتميزت بحسن تمكنها من أداء اللون التونسي الأصيل في مختلف أنماطه وقوالبه، بالإضافة إلى أداء بعض القوالب الأخرى مثل القصيد والموشح. كما أحيت الفنانة صليحة على امتداد مسيرتها الفنية العديد من الحفلات العامة داخل الوطن، وقد تغنت هذه الفنانة بالحب والأمومة والوطن. غنت صليحة لآخر مرة في حفلة مشتركة بين المغرب وتونس بالمسرح البلدي بالعاصمة مساء العاشر من نوفمبر 1958، أي قبل وفاتها بخمسة عشر يوماً، أي 26 من نوفمبر، حيث نظمت لها جنازة مهيبة، وقيل أن مشيعيها ناهز 20,000. وهكذا رحلت صليحة بعد أن تصدرت المشهد الموسيقي بتونس من النصف الأول من القرن العشرين بفضل موهبتها الفطرية وحبها لفنها وتفانيها في عملها. وحظيت هذه الفنانة بتكريم رسمي اتخذ عدة أوجه، منها إطلاق اسمها على مهرجان يقام بالكاف وعلى نهج بالعاصمة، وأيضا إصدار طابع بريدي يحمل صورتها. وقد تم إحياء خمسينية وفاتها سنة 2008 والاحتفال بمئوية ميلادها سنة 2014. مواصلين اللقاء نتاعنا، مواصلين المشوار نتاعنا لحدود منتصف النهار، وباش نعملوا منعرج فني ثقافي. والحقيقه انا ما حبيش نجادل برشا، زميلتي لميا ذويتي بكري قالت الكره هي الوحيده اللي تجمعنا بالحق هي الثقافه والفن. صباح الخير هشام، اهلا وسهلا ومرحبا بك. طبعا لطفي، سامحني، لطفي العكرمي ممثل والمخرج المسرحي. صباح النور. صباح الخير ناس، صباح الخير كل مشاهدي الوطنيه الاولى. مرحبا بيك لطفي. ومعاك انت الحقيقه نحتار باش نبدا، لانه عندك برشا حاجات نجمو نحكيو فيهم. القاعده تقول نبداو من الاخر، ها الله غالب في الاعلام هكا نقولوا نبداو باخر حاجه بالاكتواليتي. راشمون العمل المسرحي الجديد اللي ينضاف للرصيد نتاعك، متسم يظهر لي عمل مقتبس نجمو نقولوا. راشمون هو في الاصل هو فيلم اكيرا كوروزاوا، هو مخرج ياباني. هو اليونسكي أكاتاغاوا، يعني اسم صعيب شويه. هو الكاتب، ما تقوليش عاودوا، هو الكاتب الاصلي. هو دراماتورجيا ريان سمعلي، سينوغرافيا واخراج لطفي العكرمي. معايا مجموعه من الفنانين اللي تعرفوهم تقريبا الكل، كاثر بالحاج، وحيد مقديش، شهاب شبيل، ياسر العبيدي، نوريان بوزير، ونسيب برومي. طيب شنو شدك يعني توا نقولوا قايل مثلا توا هي باليابانيه؟ أكيد أنت قريت لها ترجمة بالعربية. هي لغتها العربية الفصحى. أي. وما أحوجنا النصوص في المسرح للعربية الفصحى اللي عنا مدة معني عليهم برشا. هي البحث عن الحقيقة في نهاية الأمر، رشومون اللي تناولوها وتناولها برشا عديد من المخرجين وفي أمريكا وحتى في اليابان بيدها. العمل هذي اللي تمسرح في مصر، تمسرح في الأردن وفي تونس. التجربة قام بها المرحوم المنصف السويسي، وهي أوماج للمنصف السويسي الله يرحمه. الله يرحمه. في السبعينات معناتها، وعودها مرتين يعني بتصوره هو بطريقته هو. وانت توا كي نحكيو على راشمون اليوم 2019، وين البصمه؟ وين تبدا وين توفى البصمه نتاع لطفي العكرمي؟ خاصه وانه من انسان لانسان يعني اكيد فما رؤيه اخرى، فما مستجدات زاده على مستوى الواقع المعيش نتاعنا. مو من الغرابه انه النص
معناها من بالخمسينات، ولكن النص يحكي على وقعناته. من الغرابه انه النص في 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 في, في بلاد، يعني في النص انه عمت فيها الفوضى وعمت فيها الفساد وعم فيها برشا حاجات خايبه، انه كثر وكثر الاغتصاب وكثره الانتهاكات تاع الحرمات وغيرها وغيرها وغيرها، صارت جريمه قتل. جريمه القتل هذيا اللي تناولوها برشا شهود، ابطالها معناتها قاطع الطريق اللي ورا شومو اللي يمثلوا تاجومار ونسيب برهومي، وفما عندنا رجل الدين اللي يمثل السلطه الدينيه الكاهن اللي هو وحيد مقديش، اللي يسلع بيدي اللي هو الساموراي اللي هو القتيل، اللي يعني هي حقيقه والاوجه متعدده، يعني ما حتى واحد ما ينجم يقول حقيقه ثابته في الدنيا هذه، ما فما حتى حقيقه ثابته، يقعدوا يفركشوا في الحقيقه ولكن ما يلقاوهاش. فما شكون جاء تفرج في البروفه نتاع العرض قال لي شكون قتل الساموراي؟ قلت له وانت عرفت شكون قتل شكري بالعيد؟ باش نعرف شكون قتل الساموراي معناتها مازال ما نعرفوش. اجابه ثيه برشا الحقيقه. تقعد الحكايه معناتها البصمه هي في انه عملنا مزج ما بين السينما والمسرح، يعني الاحداث يصيروا فلاش باك بطريقة معناها متصورة بطريقة يعني عالية برشا وممتازة برشا، وفما برشا من أصحابي معناها اللي كيشافوا الفيديو معناها اللي تصور واحد قالوا لي علاش ما يكونش فيلم، وإن شاء الله باش نكملوه معناها وحده هو فيلم. هو هذا لا يمنع ذاك، يعني نجم تاريخ نتدعوك بحذنا وباش نحكيه على رش ما الفيلم نجم يتحول علاش لا. أنت ممثل في المسرحية هذه وفرض وقت الإخراج، يعني كيفاش لهنا كيفاش نجم وزعت الوقت وكيفاش نجمت معناها، لانه ماهوش سهل يظهر لي الاخراج المسرحي فرد وقت وتاخذ دور فيه غالي. هو شوف اذا كان كي تلقى فما مجموعه كيما هذوما اللي هما اقل واحد فيهم خادم معاه 7 مسرحيات وعشره كبيره ونفهموا بعضنا، خدمنا في الاذاعه، خدمنا في المسرح، خدمنا في التلفزه، خدمنا في السينما مع بعضنا، دونك تولي الحكايه فما برشا انتيميتي وبرشا توافق وبرشا تفاهم. المسرحيه خذت لنا اكثر من 4 شهور معناتها تحضير، وهي جاهزة توا؟ هي جاهزة بالطبيعة وحضرنا لها بالكدا بالكدا، وفما معناها باهي كي تقول لي جاهزة نجم نسأل على العروض، أنا نجم تقول لي أولى العروض اللي باش نراو فيها رشمون، لأنه شوقتنا راهو لطفي باش نشوفوا باش نجيو نشوفوا بعينينا ونقيموا ونقيموا احنا زادة ناخذوا نعملوا رؤيتنا للعمل هذايا. وقتاش نجموا نشوفوها؟ إن شاء الله العرض ما قبل الأول اللي نسميوه باش يكون في مدينة الثقافة بمسرح الجهات، دعوة موجهة للناس الكل باش يكونوا حاضرين نهار الجمعة 15 مارس 6 تاع العشية اللي هو غدوة. القاعة يعني غدوة؟ قاعة مسرح الجهات اللي ترفع 700 بلاصة، مرحبا بالجميع، مرحبا بأصحابنا وأحبابنا، كل الصحفيين، كل المسرحيين، كل المولعين بالمسرح، باش يجيو يشوفوا تجربة جديدة إن شاء الله نكونوا وفقنا فيها ونجحنا فيها، وأنا متأكد اللي خدمة فيها مجهود وفيها تعب باش تعجب الناس إن شاء الله. إن شاء الله، هذايا ما نشكوش فيه، وإن شاء الله الناس يكونوا حاضرين غدوة. أنت كي تقولي 15 أو كأنك تحكي حاجة بعيدة، راهو غدوة يصنعكم غدوة في مدينة الثقافة غدوة. نحب نحيي برشا رياض التوتي اللي هو التقني نتاع الاضاءه، لانه الاضاءه مهمه ياسر في العرض هذايا، كذلك سليم القصيبي في 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 الصوت، ومجموعه اخرى عاونوني معناها جود خفيره، والعمل هذايا في برشا ناس عاونوني فيه، يعني في خدمته في اضاءته في تصويره وفي الملابس. خليني شويه وقت نحب نستغله معاك، لانه انت تحكي لي على عمل مسرحي جديد ينضاف، وما تصورش فرحتي وقت اللي يبدا فما عمل فني ثقافي ينضاف للساحه الفنيه والثقافيه التونسيه. أبار هذايا اللي خذاه من وقتك ومن جهدك وعصابك برشا، أنت زادة تحضر في عمل كبير من المفروض وأنه الراوح يرى النور على شاشتنا على الوطنية الأولى في رمضان 2019، نحكيه على مسرح العائلة وعودة قوية لمسرح العائلة من خلال نخبة من ألمع المسرحيين منهم أنت في تجربة رمضان السنة، نحكيه شوية على التجربة هذه. التجربة حلوة برشا بصراحة، والسبق كان للوطنية الأولى اللي هي الوطنية الأم في حقيقة الأمر، وما نجموش نخدموا اللي يجي ونرجعوا بالدراما، وإذا كان فما إشعاع الوطنية راهو بالدراما نتاعها، كي تفكروا الحصاد وغادة وغيرها وغيرها وغيرها. السنة مسرح العائلة اللي هو باش يلم العائلة الكل، تجربة صعيبة ياسر وفريدة من نوعها، يعني في 6 أيام تعمل معناها تعمل التمارين نتاعك، تحضر مسرحيتك، ونهار تصور فيه. ونجحنا ووفقنا فيها، كنت كان لي شرف باش نقوم باخراج العديد من المسرحيات اللي فيها الى جانب التمثيل بالطبيعه، وبصراحه تحيه كبيره لبرشا نجوم معانا كيما سلاح مصدق، كيما كاثر بالحاج، كيما ريم الزريبي، كيما سندس حمو، كيما العديد. نجمو نسميوها عوده النجوم، عوده البريق، عوده الاجيال الكبارات نتاع الدراما التونسيه نتاعنا، اللي الناس تعشقهم وتحبهم بالحق، وماهوش سهل انك تنجم تحضر عمل
في ساعة مسرحية مدتها ساعة وتحفظ نفسك وتتصور وتتعدى معناها في كيما نحيي زاد المخرجين اللي هما محمد علي الشريف ومحمد مزيان اللي بالحق تجربه مزيانه برشا وروضه زويري والكيب الكل اولادنا معناها اولاد التلفزه اللي هما معناها قاعدين يقوموا بمجهود كبير وبقدرة ربي باش تكون مفاجاه مسرح العائله ان شاء الله وان شاء الله يا ربي تتواصل على طول لخاطر هذيك هو ان شاء الله ونعملوا بها المصالحه ان شاء الله مع المشاهدين نتاعنا. باهي سيت كوم اخر تحضر له باش يكون حاضر كيف كيف في الشهر الجايه وين وصلتوا؟ والله عندي مشاركه مع الفنان نجيب النصرية كيف كيف زاد في الوطنيه سلام نخدموا كيف في الوطنيه وهذاك هو راهو اذا كان لقيتنا رجعنا ونخدموا باش نلقانا في الوطنيه خاطر كبرنا معاها وتربينا فيها كل واحد شنو اختار. عندي مشاركه مزيانه في زنقه الباشا عمل الواعد صدقوني انا شفت الاجواء نتاع التصوير واحد صورت لي سيكونس نتاعك لطفي بديت ثلاث ليالي بظهري نخدموا حتى ثلاثة نتاع الصباح وبعد نمشيو لمسرح العائله نبداو نبرفوا صباح التسعة ماراثوني ما تعب ما فما متعب زاد كل التوفيق لنجيب والمجموعه الكل زياد الاسود وغيره ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله باش يكون سيت كوم معناتها خاطر بالحق تشوف كمال تويتي تشوف فيصل بزين تشوف درصاف مملوك تشوف زياد الحيوي تشوف مجموعه مزيانه برشا ان شاء الله باش يكونوا زاده مفاجاه في رمضان هذا. باهي انا باش نقول لك يعطيك الصحه ان شاء الله موفق الحقيقه عندنا ما نحكيو معاك وانا ما حبيتش ندخل اكثر في تفاصيل زنقه الباشا العمل اللي ان شاء الله باش يجمع ساده المشاهدين بالوطنيه الاولى ان شاء الله موفقين الكل لطفي وان شاء الله وين ما نراوك راو النجاح يكون حليفك. يعيشك ونشكركم على الاستضافه هذيا وان شاء الله ونعاود نذكروا غدوه ان شاء الله. نحب نذكر اللي تجيو تتفرجوا في مسرحيه رشومو ما كومش باش تندموا كي تجيو تتفرجوا فيها في مسرح الجيات بمدينه الثقافه غدوه 15 مارس نهار الجمعه نهار الاحد نهار السبت تصبحوا مرتاحين معناتها 6 نتاع العشيه مرحبا بكم مرحبا بالناس الكل باش تكتشفوا برشا ممثلين حلوين باش تشيخوا مسرح ان شاء الله هذايا هو اللي نحبوه نحبوه فنيا يزينا بصراحه برشا مقاسي تعديت علينا هالايامات اللي فاتت الكل اجا الويكاند نخسوه للفن وللثقافه ونجنحوا بطريقه اخرى ونبعدوا على الواقع نتاعنا ولو ترجعنا المسرحيه بطريقه او باخرى للواقع بطريقه فنيه دراماتيه. يعطيك صحه لطفي العكرمي مشكور على الحضور بيناتنا ومعانا هذا فخر سجنان نمشي للفقره المصوره هذه وراجعين باش نحكيو ثقافه زاده. وقت نحكيو على صناعة الفخار في سجنان نحكيو على حكاية إبداع بطلاتها نساء حرفيات آملوا بالخدمة وضحاوا بالغالي والنفيس. اليوم نلقاهم في مدينة الثقافة يقدموا باكورة أعمالهم اللي تعكس خصوصية وجمال صنعتهم. هاك هو سلعتنا هاك هو خدمتنا هاك هو يسمى نخدموا فيه نبيعوا ناكلوا فيه. شكون علمهولكم الجدود؟ معناتها الجدود جد جداية اللي قعدتني مني توا عمري 65 ملي 40 سنين اللي نخدم فيه. اي. التو. جيناك من سجنين. اي. حرفية نتاع الصناعة التقليدية. اي. نخدموا الطين. اي. نجيبوه من الجبل. نحبشوه بالفياس من الأرض ونجيبوه من الجبل. بعد نشيحوه ونجففوه في الشمس. وننفخوه. بعد نجيبوا اواين من الملس هاك نقرقبوه ونخلطوه بساقين نزيدوا نرحوا للتفون هذاك الماعون اللي تكسر نرحيوه ونخلطوه زيد يبقى نهايرين كانه تخمير يبقى نهايرين ونملسوا نبدوا في التحضير نملسوا القطع شنو تتطلب القطعه تتطلب مرات تتطلب منك نهار مرات تتطلب نهارين بعد ما نملسوها نحكوها بالمحار المحار نجيبه من البحار زاد كيف كيف بعد ما نحكوه نزيدو نطلوه طلو اخر نوع نتاع تين ابيض ولا احمر نطليوه ونزيد نعاودو نحكوه يشيح وبعد نحميوه في الفوق نتاع الفخار يعني الفواذ نتاع البقر نحمي بها والحطب ومن بعد ناخذ الذرو نهرسوه هاك البرودوي الكحله نزينوا به بعد ما نهرسوه نعصروه يعود خاثر
نزيدوا نزينوا به، نزيدوا نرجعوا نحطوه على النار. ومن بعد هكا للي يوصل للي قاعدين نشاهدوا فيه. اي وثم الاكحل. الاكحل هذاك. هذاك نحميوه المر الاول ومن بعد نعاودوه في البن وفي الرمل. زاد كيف كيف باش يولي لنا اكحل هكاك. مرحبا بكم مجددا في المشاهده. باش نمشي ولا تمغزه ولا بالاحرى تمغزه جاتنا، تمغزه هي اللي جات بحذنا ممثله في زوز من ابنائها. باش نرحب ترحاب خاص بسي اسماعيل المباركي مدير مهرجان تمغزه، مرحبا بك نورتنا وشرفتنا. وبجنبك سي عمار الشيخي مكلف بالاعلام والاتصال، والحديث اللي باش يجمعنا هو مهرجان تمغزه، المهرجان اللي باش تعيش على ايقاعه الجهه ككل ايام 27 28 و29 مارس. شنو نجموا نحكيوا على الدوره هذه وهي الدوره الثالثه؟ المهرجان الدولي للواحات الجبليه بتمغزه هو الدوره 33 معناها في السنه، باش تكون ان شاء الله ايام 27 28 29 مارس، ان شاء الله باش تكون دوره استثنائيه. المهرجان هو بدعم من وزارة الثقافة والمندوبية الجهوية للثقافة بتوزر، كذلك وزارة الشؤون المحلية والبيئة، في إطار مشروع التصرف المستدام في المنظمات الوحية اللي أعطى معناها نقلة نوعية بالدعم تاعه للمهرجان. هذه المرة الخامسة معناها يتم دعم المهرجان، الشيء اللي خلى المهرجان يتطور على مستوى البرمجة على مستوى حتى الحضور الجماهيري. وإن شاء الله إن شاء الله السنة تكون كالعادة دورة متميزة بالنسبة لمهرجان تمغز. تعرف أنت لنجاح كل دورة وكل مهرجان مرتبط بالتحضيرات، أنا هوني نسألك شنو حضرته، يعني شنو جديد الدورة هذه مقارنة بالدورتين السابقتين الأولى والثانية؟ بالنسبة للمهرجان التحضيرات كانت تقريبا من شهر أكتوبر. جديد سنة إن شاء الله مهرجان نون ستوب، معناها كي نقولوا نون ستوب تقريبا تمغزة من 9 نتاع الصباح حتى المنتصف الليل، ديما ثم عروض ثم أنشطة ثم فقرات في المهرجان، ماهوش مقتصر معناها على وقت معين، من 9 نتاع الصباح للزايرين اللي باش يجوا لتمغزة والأهالي تمغزة تقريبا من 9 صباحا حتى المنتصف الليل ثم عروض وثم أنشطة في مهرجان الواحات الجبلية بتمغزة. ويظهر لي سكوان سيد مع العطلة هذه حاجة باهية، قريت لها بحسابها وإلا في العادة ديما هكا تصير في عطلة مارس الدورات؟ تمغزة هي منطقة سياحية ويجونا برشا معناها زوار لمنطقة تمغزة، مهرجان كان في العطلة فرصة معناها للناس اللي باش تجي وتكتشف تمغزة يلقوا على الأقل حركية ثقافية اللي نجموا يتمتعوا بها ان شاء الله. سي عمار توا كنت مشاكس فيكم الحقيقه قبل ما تطلعوا على الهواء على المباشر، قلت لي دوره استثنائيه، قلت لك رد بالك رانا باش نقفوا عند استثنائيه، شنو هو اللي يخلي الدوره هذه جوستومون استثنائيه؟ هو الدوره اللي باش يسمح للمجموعه نتاع الشباب الهيئه نتاع المهرجان اللي تمت المراهنه عليهم على امتداد 5 سنوات من طرف الممول الاساسي اللي هو البنك الدولي عن طريق مشروع التصرف المستدام في المنظمات الوحيه. بعد الدوره هذه يلزم يعمل على روحه. الدوره هذه تتويج المسار نتاع مرافقه. على اعتبار اخر دوره في مسار المرافقه من طرف الممول، نتمنى ان يكون ثم وهذا بدت المؤشرات نتاعه هو ان الوزارات نتاعنا كيما وزاره الثقافه مشكوره جدا ووزاره السياحه قاعدين يعوضوا شويه في امكانيه الدعم وقاعدين يطوروا في امكانيه الدعم لانهم شافوا منتوج الاولاد كيفاش يتشاركوا مع بعضهم ويخدموا على معتمديه كامله ثم على ولايه كامله ثم على محيط. وهذا اللي يخلي استثنائي في ان المحتوى من 9 نتاع الصباح ل 9 لنص الليل وطبيعه العمل نتاع المجموعه الشبابيه اللي معدل اعمارهم 25 عام 26 عام نجحوا في ان يكون عندهم البعد التشاركي وهذه ساهم شويه في بناء اللبنه نتاع الحوكمه المحليه لان يولي عندهم شويه وتشوف اللي المحتوى نتاع البرنامج فيه عناصر مهمه جدا تاكد على مؤشر نتاع الاوتونومي الاستقلال الذاتي. باهي كيفاش اشتغلت اتصاليا اعلاميا والمهمه نتاعك ليست الهينه بالمره، كيفاش اشتغلت حتى يذيع الصيت احنا نقولوا نتاع المهرجان هذايا ويقبل عليه خاطر انتم كيف ما سمعت ماهوش موجه كان للاهالي، هو ينفتح حتى على اللي باش يجيوه من العاصمه وحتى من الاحواز على الشلال. بارك الله فيك على السؤال. المرفق العمومي والتلفزه الوطنيه مشكوره كانت السند نتاعنا والرفيق نتاعنا في المسار هذا. ومرة أخرى ننطلقوا بافتتاح الحملة الدعائية بالنسبة للمهرجان في دورته 33 الخامسة في الفيرسيون الجديدة مع التلفزة الوطنية ومع القناة الأولى أساسا، الوجه تحية من خلالها. شرف لنا هو هذا وشرف لنا احنا زاد منورينا برشا. وكذلك المرافقة وبعد إذنك إذا كان ممكن شكر خاص لكل الزملاء في الإذاعة التلفزة الوطنية في توزر على رأسهم زميلنا مراد مزيود والخيان الطيب بعد تحية لهم الكل. تحية خاصة جدا اللي أمنونا في المرافقة هذه. التمييز الإيجابي اللي موجود في الدستور المرفق العمومي هذا التلفزه هي اللي قاعده تجسد فيه على الميدان لان تعطينا عنايه خاصه بالمناطق اللي تعتبر
مناطق حدوديه داخليه ولكن هي تونس كل. هذاك علاش الاعلام هو النافذه اللي بصلمو على مستوى وطني اما يتفرج فينا على مستوى عالمي. التلفزه التونسيه تو يشوف فيها على المستويات الكل، الجاليات التونسيه اللي موجوده من اليابان لكندا لاوروبا لافريقيا اللي لازم تكون معناها وجهه ان شاء الله في المستقبل، يشوفوا على الاقل اللي ثم منتوج، والمنتوج هذا يتسوق، كعبه الدقله هذه تتسوق واسم هذا يتسوق في العالم الكل، دقله الربيع اللي تعتبر كالكراميل، اللي بعد شويه تنعطيك السر ما بين هذا وهذا، لكن الاعلام كان هو الجسر اللي يربطنا بالناس الكل والصوره الحلوه اللي تقدموها لنا. توا سي انت بعد المقدمه هذه انا باش نخليه مدير المهرجان يحكي. لا سالتني على الاعلام. معناها عندنا مرفق عمومي. هو باش نبداو واضحين احنا فضلك وكا هو هذايا دورنا راهو اسمعي باش نبداو واضحين واحنا واعيين اللي الدور هذايا هو دور المرفق العمومي. هيك نحكيو اكثر على التفصيل شنو نجموا نراو توا على امتداد ثلاثه ايام باش يكون موجود المهرجان هذايا باش يراو كل يوم باش يراو. عندنا احنا نخدموا على كل ما هو الطفل باش يكون ثم قريه الطفل الواحد اللي فيها كل ما يمس الطفل من مسرح من ورشات من العاب كل شيء معناها الولي اذا باش يهز معناها الصغار وغادي باش يلقى كل شيء مسابقات وجوائز ثم زاد عرض الافتتاح. يعني تحب تقول الولي يتفرهد للام اللي ديما معناها بين قرايه الصغار والخدمه تتفرهد وكيف كيف الصغيرات باش يلقاو راحتهم. زاد ثم العرض الافتتاح اللي باش يكون ان شاء الله ملحمه تجسد طريقه تقسيم الماء بواحد تاع مغزى هو عمل جماعي من اخراج معناها صديقنا سي وسيم بن يونس نوجه له تحيه وكتابه نص لشي سي جاب الله بن شعبان اللي باش يجسد طريقه تقسيم الماء بواحد تاع مغزى. تعرف تاع مغزى هي منطقه سياحيه فلاحيه ان شاء الله اللي باش يجي باش يرى حاجه جديده في الافتتاح تاع المهرجان الدولي للواحات الجبليه بتاع مغزى. زاد ثم تنشيط المدينه اللي يكون بعروض فرق فولكلوريه معناها من الجزائر ومن من تونس. ثم زاد الفولي الثالث اللي نخدم عليه اللي هو السواري في الليل اللي باش يكون ان شاء الله السهره الاولى مع ايمان الشريف ان شاء الله وحضور المراه في مهرجان الواحات الجبليه بتاع مغزى والصوت النسائي ان شاء الله باش يكون لعشاق الفن الشعبي. السهره الثانيه مع وليد الصالحي وكذلك والاختتام باش يكون مع امير الاغنيه التونسيه اللي هو نور شيبه ان شاء الله باش يكون حاضر معنا في مهرجان الواحات الجبليه. هو حب روحه سلطان راه هو السلطان وامير زوز مع بعض. هبطنا شوي بعد نطلعوا. زاد الراي باش يكون حاضر معنا في مهرجان الواحات الجبليه بتاع مغزى نظرا للقرب الجغرافي مع شقيقة الجزائر واشقائنا الجزائريين اللي يحضروا باعداد كبيره معنا في مهرجان الواحات الجبليه من خلال ان شاء الله عرض راي للشاب مروان والشاب بلال. كذلك ثم مشاركه من فرقة شعلة القدس من فلسطين، الدبكة الفلسطينية باش تكون حاضرة في مهرجان الواحات الجبلية بتاع مغزى، وكذلك مع الفنان المقدسي اللي جاينا من فلسطين مصطفى مرار، باش يكون زاد في إحدى سهرات المهرجان الدولي للواحات الجبلية بتاع مغزى، مع في العشية ديما ثم فقرة من ماضي ثلاثة تقريبا حتى للسبعة متاع العشية اللي هي من قلب شلال الواحة، أنا عرض إن شاء الله يوم 28 اللي باش يكون الفنان الشعبي محمود العرفاوي والشابة زهرة. ويوم 29 باش تكون الفقره هذه مؤثره بطبلت قرقنا ان شاء الله شغل طبلت قرقنا يوم 29 تقريبا الكاسكاد كله انيمي شلال مزج بين ما هو سياحي وما هو ثقافي في قلب الشلال بين الواحه والجبل والماء معناها تنشيط نون ستوب هذا على امتداد من الصباح حتى شي نصف الليل. هي على مستوى تويكا البرمجه تبدو واعده ان شاء الله الامور التنظيميه تعرف ما يعوزنا ديما في تونس الحقيقه هو الامور التنظيميه ان شاء الله يكون منظم مليح باش المحتوى هذا ياخذ حظه ويظهر مليح للي باش يكونوا حاضرين ان شاء الله والمشاركين. سي اسماعيل نحب نختم شنو اللي عندك فوق الطاوله قلت لي باش تقول لي شنو الرابط بين الدقله بالضبط هو بالنسبه للضيوف تاع المهرجان نتاعنا تاع مهرجان الواحات الجبليه بتاع مغزى باش يكونوا ان شاء الله على موعد زاده مع دقله الربيع. عندنا تقاليد في الجريد ان نحتفلوا بموسم الربيع نحلوا الباطيه نحضروا جزء من الدقله في الخريف وكل واحد على طريقته في شكوى في فسطل في اي حاجه بسيطه وبعدها يتم افتتاح يوم الاول من الربيع فنحلوا دقله الربيع وناخذوها باللبن ماك تعرف معنا الربيع ربع واللبن قراس وعندنا مثل شعبي معناها معروف في الحكايه هذيا. على كل حال هذيا المنتوج النهائي لكن النخله كيما المراه تحبل تسع اشهر عن طريق ما يسمى الذكار وهو نخلة ذكر هي اللي تعطينا العرجون هذا بعد ذلك العرجون هذا يتسمى الذكار وسبحان الله هو فيه من الطاقة للجسد حتى الإنسان في استهلاكه بطريقة معينة يعطي بودر نوع من الغبرة تخلط شوية عسل يعطي طاقة ومناعة ممتازة جداً بون للرجال اكثر من النساء اما به حتى النساء به مقبول يعني معناه مقبول جدا وهذا اللي ذكروا به النخله اللي تعطي العرجن نتاع الدقله معناها يتم فقط تلصيق جزء صغير من هذه على عرجون كامل وفي الربيع مسمي الجنوب على الرياح
كلمة الرياح معروف وجعلنا الرياح لواقحة، هي اللي تلقح بقية النخلة بنوع من انتثارك البذور هذه في الغابة الكل. إذا شوف المجهود اللي يقوم به الخماس من في 5 ثواني من نبت الخماس اللي حبينا نكرموا بها الفلاح اللي في الشتاء وفي الصيف يغذي النخلة بالماء شوية بودر، بعد 9 أشهر تولي دقلة وتولي معروفة في العالم الكل. مرة أخرى نحب تحية شكر بعد إذنك في 5 ثواني للسلطات الجهوية اللي قاعدة تدعم فينا، السيد الوالي يعمل معنا حرص كبير، السادة المندوبين بتاع الإدارة الجهوية والثقافة، هو كي تجي تشوف زاد أنا قلت إحنا على رواحنا، أنا قلت مش مزيه حتى السيد الوالي ماهوش مزيه معناها على خاطر علاش نقول لك علاش، خاطر هو إشعاع للجهة ككل يعني في وجه الناس الكل وهذا في وجه تونس زادة، لأنه نتصور حتى من ليبيا نجم يكونوا حاضرين في المهرجان هذايا، من الجزائر نحن الجزائر حتى فلسطين. صحيح. يعطيكم الصحة سيدي، إن شاء الله موفقين، محلاه الحديث معاكم وهزيتوني، بديت نحلم الحقيقة، بديت نعيش معاكم على ذمة الستاف تكنيك الكل، معناها فرصة تذوقوا وبارك الله فيكم مرة أخرى. يعطيك الصحة، شكرا لكم، بارك الله فيكم أنتوما. باش نمشيو مباشرة وين موجودة زميلتي مريم عبد الرحمن، موجودة تحديدا في المنستير في ربط بالموضوع اللي حبينا نشتغل عليه اليوم اللي هو الصناعات التقليدية، هذا معرض من المنستير مباشرة. زميلتي مريم الخط معاك، تفضل. مريم، مرحبا بك إيناس، مرحبا بكل مشاهدي القناة الوطنية. كما تشوفوا موعدنا اليوم معاكم باش يكون من فضاء قصر المعارض بالساحل بمدينة الساحلين. نسمع فيك إيناس، المعرض هذا يحتضن الدورة الثانية للصناعات التقليدية واللي يضم تقريبا 200 حرفي وحرفية من مختلف ولايات الجمهورية. اليوم هو الافتتاح والمعرض هذا باش يمتد إلى يوم 24 مارس. إلى جانب المنتوجات التقليدية باش يكون هناك أنشطة متعدة. معنا سي شكري شويخ مدير المعرض اللي باش يعطينا يعني فكرة أكثر على المعرض هذايا وعلى الأنشطة الموجودة فيه. مرحبا بك سي شكري، لو كان تقدم لنا البرنامج نتاع أيام معرض الصناعات التقليدية في دورته الثانية. أهلا وسهلا، بالفعل تنطلق اليوم الدورة الثانية لمعرض الساحل للصناعات التقليدية في فضاء قصر المعارض بالساحل بمدينة الساحل المنستير، وهو موعد جديد مع الابتكار والإبداع في الصناعات التقليدية واللباس التقليدي والتطريز. الموعد هذا اللي يتجدد بمناسبة الاحتفال بالأيام الوطنية اللباس التقليدي، وفي وقت يعني يكون فيه التونسي مستعد للإقبال على هذا النوع من المنتوجات. أكثر من 200 حرفي أسوا فضاء قصر المعارض بالساحل بمناسبة معرض الساحل للصناعات التقليدية في مجالات مختلفة، نذكر منها اللباس التقليدي واللباس المبتكر، نذكر منها المفروشات والزربية، كذلك الحلي والمجوهرات، السعف، النحاس، فضاء خاص بالمطبخ التقليدي من أواني إلى يعني معدات متاع أكلة تقليدية طبيعية. شكري سمحني، إلى جانب المنتوج التقليدي أيضا اللي باش يتم ترويجه والتعريف به في المعرض هذا، أيضا فما أنشطة ترفيهية، أنشطة ثقافية، فما يوم سياحي أيضا. بالفعل هو المعرض وطني فيه يعني عدة فقرات، برنامج تنشيطي مهم. ينطلق البرنامج هذا بالاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي يوم 16 مارس في أجواء احتفالية مهمة بحضور يعني ضيوف وفنانين، كذلك فما يعني عروض أزياء تقليدية يومية، فما حصص تذوق للأكلة التقليدية. يعني المعرض هو الهدف نتاعه النهوض بالصناعات التقليدية وتثمين يعني المنتوج الحرفي اليدوي. نعتبروه موعد متميز مع المنتوج التونسي، المنتوج اليدوي. الفقرات التنشيطية ما تقتصرش يعني على العروض الأزياء، بل تمتد كذلك إلى برامج تنشيطية للأطفال باش خليوا الأطفال يعيشوا معناها الجو بتاع الصناعات التقليدية ويحتكوا بالحرفيين. يعني فما إيحاءات متاع تقاليدنا ومتاع عاداتنا اللي باش نعيشوها مع بعضنا،
باش نثمنوا منتوجنا، باش نزيدوا نكرسوا الهوية التونسية، ثقافتنا، عاداتنا. كذلك البرنامج التنشيطي فيه ولأول مرة أيام المعتمديات من كامل ولاية المنستير لإبراز مخزونهم ومخزون تراثهم المادي، حتى يعني يتمكن الزائر اللي مش يجينا من اكتشاف يعني الثراء هذايا والتنوع هذايا، ويشجع المنتوج التونسي من منتوج بلادنا اللي هو مسؤوليتنا الناس الكل اليوم. تقريبا هو مجهود من المعرض ومجهودا ايضا من الديوان الوطني للصناعات التقليديه اللي يشجعوا في الحرفيين هذوما والحرفيات وقدموا لهم تشجيعات وامتيازات للقيام باعمالهم لتقديم منتوج فيه ابتكار وابداع. معنا المندوب الجهوي للصناعات التقليديه بالمنستير سي كاظم المصمودي، لو كان تعطينا يمكن فكره على الامتيازات والتشجيعات اللي تقدمها انتم للحرفيين وخاصه الشبان. مرحبا بكم كقناة وطنية في معرض الساحل للصناعة التقليدية. بالفعل الديوان الوطني للصناعة التقليدية من بين مهامه الأساسية هو تشجيع الباعثين الشبان والحرفيين في مختلف المجالات والاقتراب أكثر حتى من المواطن التونسي المستهلك التونسي، لأن تنظيم المعارض هذه يأتي استجابة لرغبة المستهلك التونسي في الولايات الداخلية اللي يحب يقتني منتوجات الصناعة التقليدية، وفرصة هذه للحرفيين الشبان اللي يجيو من تطاوين، من سليانة، من قصرين، عندنا حرفيين من جرزيس، عندنا حرفيين من الشمال الغربي، هذوما فرصه يوفرها لهم المعرض باش يعرضوا منتوجاتهم من الصناعات التقليديه ويقلبوا اكثر المستهلك التونسي. نحبوا منتوج الصناعه التقليديه راه مش كان للسائح، عندنا منتوجات ذات جوده عاليه، كسبنا رهان الجوده، كسبنا رهان الابتكار، هذوما مستثمرين شبان انخرطوا في القطاع، عندهم شهادة عليا، متخرجين مراكز التكوين. المعرض هذا يوفر لهم فرصه باش يروجوا منتوجهم، باش يتعرفوا زاد على بعضهم، باش يربطوا علاقات شراكه. المعرض يوميا مفتوح لهم من 10 حتى السبعة متاع العشية باش يبرزوا ويبدعوا. كما كنا سمعنا ثم نشاط حتى برنامج تنشيطي زاد للمعتمديات باعتبار انه ثم عدة حرف تقليدية بدات تندثر، بدنا ننساوها، ما يعرفوهاش ابنائنا، فرصة لهم هذوما الحرفيين في داخل المعتمديات الداخلية في ولاية منستير باش يبرزوا المنتوجات نتاعهم، باش يقدموا الأكلة التقليدية، بعض نماذج حتى من التراث الشعبي. هذا معناتها فرصة، وإن شاء الله هذا معناتها احنا نتوجهوا أكثر للمواطن أنه يشجع منتوج بلاده ويشجع المنتوج الوطني. راهو قاعد يحافظ بتشجيع المنتوج الوطني، قاعد يحافظ على موارد رزق، قاعد يحافظ على هويه تراثيه عريقه في تونس. هاو معنا، شكرا لك سي كاظم. معنا خوله هي من الباعثين الشبان. معنا خوله باش تحكي لنا على المنتوج نتاعها اللي يمكن عمره تقريبا عام. خوله لو كان نتعرفوا عليك شويه، شنو انت الاختصاص نتاعك وعلاش اخترت باش تعمل مواد تجميليه طبيعيه؟ اسمي خولة شيدلي، حرفية في مجال تقليد الأعشاب والزهور، ولافونداتريس مؤسسة متاع شركة فلوريزون. هذه اختصاصنا صناعة مستحضرات التجميل الطبيعي. هدفنا الأساسي أنه نثمنوا المنتوج التونسي والنباتات التونسية والحاجات الغنية ياسر في بلادنا، والحاجات اللي معناها احنا ما نعرفوش قيمتها في بلادنا، احنا هدفنا باش نثمنوها ونخدموا بها منتجات تواكب معناها آخر صيحات في المجال متاع التجميل. وعلاش ليه؟ معناها نكونوا احنا من الباحثين الشبان اللي يصدروا المنتوج هذا ونعرفوا به في العالم كامل زادة. شكرا لك خولة، يعطيك الصحة. وإذا نحكيوا على الصناعات التقليدية أكيد باش نحكيوا على الملابس التقليدية اللي فيها شوية إبداع باش يقبلوا عليها فتيات اليوم. معانا جيهان، جيهان باش تحكي لنا شوية على الملابس التقليدية، فما إقبال عليها وإلا لا؟ وشنو اللي يخليك معناها باش تطورها وباش تعمل فيها شوية ابتكار باش الناس يقبلوا عليها ويستعملوها في كل المناسبات وحتى يعني في أيامهم العادية؟ مرحبا بكم، جيهان عبد المولى من الحمامات. مرحبا بكم في معرض الساحلين للصناعة التقليدية. عرض شوية على الملابس التقليدية. عندي لباس تقليدي، جينا باش نقدموا المشروع اللي يتمثل في اللباس التقليدي اللي يناسب جميع الشرائح والأعمار، وطورنا لباس تقليدي هذايا ولا يمشي مع الموضة بالطبيعة. لباس وحاولنا نواكبوا آخر صيحة، آخر صيحات الموضة، بشكل أنه معناها المواطن التونسي يلبس لبسة تقليدية القديمة باللمسة العصرية.
يعطيك الصحة جيهان. أكيد فما عديد الأجنحة بمختلف المنتوجات التقليدية المبتكرة، أكيد أنه المواطن باش يقبل عليها وباش تعجبه برشا. توا ما بقالي كنقول لك شكرا إيناس ولك الكلمة. شكرا لك زميلتي مريم عبد الرحمن مباشرة من المستير. طبعا نوصل في آخر جزء معكم لليوم باش نحكيو على تظاهرة جميلة برشا من حيث البداية تم بالعنوان متاحها حتى أنا بحرفتي نحقق حلمتي، وهنا باش نرحب برئيس جمعية إنماء للتكافل الاجتماعي والعمل التنموي محمد أولاد رحيلة. أهلا وسهلا. مرحبا بك ناس، شكرا على الاستضافة. في البداية نحب نرحب بك أنت استضفتنا، ونحب كما قلت نعرف بالتظاهرات حتى أنا بحرف تنحقق حلمتي اللي ستنظمها جمعية إنماء للتكافل الاجتماعي والعمل التنموي نهار 17 مارس بشارع الحبيب بورقيبة. التظاهرة هذه أولا الميزة نتاعها أنها تخص الأشخاص ذوي الإعاقة. لاحظنا في السنوات الأخيرة أن الأشخاص ذوي الإعاقة وجودهم مناسباتي سواء في اليوم الوطني للاحتفال بالأشخاص ذوي الإعاقة ولا اليوم العالمي. حبينا المرة هذه ندمجوهم ونخلوهم هما يكونوا موجودين في شارع الحبيب بورقيبة، هو شارع رمز بالنسبة لكل الشعب التونسي في بمناسبة اليوم الوطني للصناعات التقليدية. التظاهرة هذه تشتغل عليها الجمعية منذ مدة طويلة بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية. لا فيش نتاع التظاهرة قاعدين نراو فيها أيه. معنا وتهزنا بالحق لأجواء الصناعات التقليدية. صحيح ناس، وحبيت في البداية زادة نعطيك لمحة صغيرة على الجمعية إذا أمكن. الجمعية تنشط من 2012، تشتغل على 6 حقول أساسية، هو حقوق الإنسان والمواطنة، الفساد، المرأة، العمل الاجتماعي والتنمية والأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة الأهم نتاعنا، لاحظنا أن الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس عندهم مشاكل عدم الاندماج وعدم توفر فرص الشغل، وهم بيدهم يحسوا روحهم معزولين. احنا في الجمعية قلنا لا، يلزم يكونهم موجودين، عندهم وجود بارز في الجمعية، ثم أعضاء هم موجودين في الجمعية أشخاص ذوي الإعاقة. التظاهرة هذه حقا هم اشتغلوا عليها باش وصلنا اليوم، باش إن شاء الله نهار لحد نقوموا بها. نحب نعطيك شوية على البرنامج إيناس كان أمكن. قبل كل شيء حتى أنا بحرفتي نحقق حلمتي، مسند الضمير المتكلم الأنا اللي هو شخص ذوي، أنا نحب نفضل نقول ذو احتياجات خاصة. واحنا نعتمد على الفصل القانوني اللي في المادة تاع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. يعني هذا هو، يعني اللي يتكلم هو هذا الشخص هذا اللي انتم السيبل نتاعكم في التظاهرة هذه. صحيح. نحكيو أكثر على السلوغون هذه. صحيح، هو تحب ولا تكره، أنه في تحدي، في عزيمة، أنا موجود معاكم، أنا مشني غايب، نحب نكون موجود ونحب نسعى حتى أن نساهم في تقدم البلاد هذه ويكون عندي موطأ قدم فيها. احنا حبينا من خلال هذا انه الشخص ذوي الاعاقه ما يكونش حاله مجرد حاله اجتماعيه ولا نخزو له نظره دونيه، لا، هو موجود، هو قادر يفعل، هو زاد عنده حلمه، عنده طموح، عنده صنعه، عنده ابداع، ونحبوا الابداع هذاك والطموح يكون موجود نهار 17 مارس ويظهروا للعباد. وان شاء الله هما ديجا حتى الاختصاصات ايناس منوعه من كافه الاختصاصات تاع الحرف الصناعات التقليديه. يعني اللي فهمته توا محمد باش راهو برشا حاجات تخرج من بين الانامل نتاعهم الايادي نتاعهم، يكونوا موجودين مسحوبين بالانجازات نتاعهم كنجمو نقولوا. صحيح، هما كما قلت لك الحرف باش تكون منوعه. احنا عندنا في حدود 10 عارضين باش يكونوا موجودين، خاطر الناس باش نعطيك موضوع آخر. هو الاحتفاليه باش تكون احتفاليه وطنيه، باش يحضرها وزير السياحه، شيخة مدينة تونس وكافة إطارات الدولة. الجمعية في خضم الجمعيات اللي حاضرة غادي، هو التميز، هو حتى قبولنا أن نوجدوا غادي، يعطيها الصحة وزارة السياحة سهلتنا الأمور والديوان الوطني للصناعات التقليدية أنه كيلقوا المختلف، خاطر هي احتفالية وطنية، لكن احنا وقت تقدمنا مطلب أنه يكونوا أشخاص ذوي إعاقة موجودين، هو اتاح لنا الفرصه باش يكونوا موجودين غادي. كما قلت لك باش يكون في حدود 10 عارضين، الحرف باش يكونوا في صناعه الجلد والقطاع المكتبيه، اللباس التقليدي والاكساء، صناعه القفه، صناعه المجوهرات، صناعه البلور المزخرف الى غير ذلك من الصناعات. الاعاقه باش يكون عرضك هاو محمد والا فما امكانيه البيع؟ لا، احنا عطيناهم الشواء انه تعرض تبيع مجاني، الجمعيه وفرت لهم الفضاء مجاني. لا، تبيع مش مجاني، تعرض مجاني. هو الفضاء، هو الفضاءات ساعات يتم كراءهم، احنا كجمعيه وفرناهم الفضاء مجاني. اذا انت على راحتك، العارض على راحته، اذا هو يحب يعرض المنتوج نتاعه يعني جست للعرض مرحبا بيك. تحب تبيع البرودوي نتاعك مرحبا بيك، انت عندك الحريه الاختيار شنو تقدم.
تريبيان، هذه حاجه جميله برشا، وهذه دافع مهم ويحفز. وانت قلت انتم تقدمتوا بمطلب ومشكورين الهياكل انكم كنتم موجودين، انا راه هذه عادي جدا، هذا المجتمع التونسي بكل مكوناته يعني هذا جزء منا. ما تعرف انت الصعوبات الاداريه، لكن الحمد لله تمكننا من وجود غادي ايناس. حاجه اخرى نحب نقولها، حتى الاشخاص ذوي الاعاقه اعاقات مختلفه، ثم اعاقات بصريه، اعاقات عضويه، ثم اعاقات سمعيه، حاولنا نشاركوا الاعاقات اللي عندهم اعاقات ذهنيه، لكن للاسف ما تمكناش خاطر تعرف صعوبه الامر. هذا الهدف نتاع انهم يكونوا موجودين، وان شاء الله احنا نهار 17 مارس ماناش باش نقفوا غادي، باش يتم تكريمهم ان شاء الله في اختتام المهرجان. وحاجه اخرى ايناس، باش نقوموا احنا كجمعيه من بعد ما يوفى التظاهره الاشخاص هذوما نشوفوا شنو مشاكلهم، سواء على مستوى التكوين اذا ناقصين تكوين نعاونوهم، اذا نقص يحبوا يعملوا مشروع نحاول نوصلوهم للمسؤولين والادارات المعنيه، يعني ماهوش مجرد وجودهم يعني فما متابعه محمد كي نسمع هكا، يعني مش مجرد ان هاو احتفال وهاو انتم كنتوا حاضرين في احتفال وطني الى جانب المسؤولين والاضواء وغيره، ولكن راه باش تتبعوهم هذايا ذولي، هذه الميسيون الانبل انا نقول هذا يعني. مهمه الجمعيه، الجمعيه مش جست اني نجيبك تعرض وتمشي، لا مش هذا هدفنا، هدفنا انك انت كتجي اول حاجه تقول اني انا موجود، ثاني حاجه انك انت اذا عندك نقص ولا عندك اشكاليه تعرف بمشكلتك خاطر بالحق هم الاشخاص ذوي الاعاقه، تعرف ايناس حتى طبيعتهم النفسيه حساسين برشا، نحاولوا احنا نقوي لهم العزيمه نتاعهم، وهما بطبيعتهم فيهم شكون زاد يعطيك مثال في العزيمه، وان شاء الله احنا نسعى من خلالكم انتم وحضور في الاعلام ان نوصلهم صوتهم، وان شاء الله يكونوا هم نهار اخر موجودين هنا وهم يوصلوا صوتهم بيدهم ان شاء الله. على كل فماش علاش بتكون نفسيتهم تعبه الحقيقه، على خاطر فنانين توا كي تحكي لي انت على الحاجات اللي باش نراوها، معناها الصناعات التقليديه اللي باش تخرج من تحت ايديهم، انا نتصورهم كلهم فنانين وكلهم عندهم حس فني، وإحنا نقولوا ديما ربي يعوض في حاجات يعني لكل انسان، كل انسان ما نحكيوش حتى على الاعاقات، معناها ديما ربي يعوض ويعطي هيك الحس الفني للانسان، ومحلاهم بالحق وقت اللي يكون عندهم الحس هذاك باش يخرجوا لنا حاجات مزيانه برشا، وريت برشا انا في برشا معارض ريت اللي ربي يعوض لهم بطريقه جميله برشا، راو من تحت ايديهم احلى واجمل القطاع. ويخدموا باتقان ايناس. وحاجه اخرى كنشوف قيمه الفرحه كي طلبنا من بعض الاشخاص وقلنا لهم تجوا تحضروا معنا، فرحه كبيره، حس انه ثم عباد تفكر فيهم هما ما يعرفوهمش، يعني كل حد حب حتى اللي ما عندوش يعني صناعات حاضره عمل حاجات بالذمه للمهرجان باش يقول انا موجود وقادر نبدع. هذا هو، انت تعرف معناها هذه كلنا نعرفوه الناس الكل، انه الانسان يكون سوي نفسيا، نفسيا راهو برشا اسوياء سامحني بدنيا ما همش اسوياء، تعرف معناها مانيش نرجع بالتوالي ونحكي على حاجات قاتمه، ولكن ان نكونوا الانسان السوي يحب يتموقع، يحب يظهر نفسه، يحب يبرز، يحب يقول انا هنا، وبالطريقه هذه باش نقول لكم يعطيكم الصحه. جمعيه انمال التكافل الاجتماعي والعمل التنموي اللي خذيته بيد الشريحه هذه اللي نحبوها برشا وعندنا ليها معزه ومحبه خاصه. شكرا لك محمد اولاد الحيله على الحضور بيناتنا. عايشك ايناس. وفي الختام نشكر كافه الاصدقاء في الجمعيه، بالحق تعبوا مجهود كبير باش وفوا التظاهره هذه وصلوها ان شاء الله، وان شاء الله نكون ديما موجودين بحذاكم ان شاء الله. ان شاء الله بالنجاح، ان شاء الله بالتوفيق. احنا هكا نوصلوا معك محمد ومع الساده المشاهدين لنهايه المشوار نتاعنا لليوم، نذكر هذا اخر مشوار نطلع عليكم من خلال الوطنيه الاولى للاسبوع هذا، نتلاقاو ان شاء الله في الاسبوع الجاي. نذكر انه في تونس على مستوى رئاسه التحرير ايمان بوغوتايا، الاخراج اليوم محمد علي سعيدان، كنت معكم انا ايناس العنبي على مستوى التقديم، نقول لكم نهايه اسبوع موفقه ومتابعه طيبة لبقية برامجنا.